نمضي إلى النموذج الثاني. النموذج الثاني لرجل هو أيضا من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، يدعى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ويكنى هذا الرجل بأبي محمد القرشي رحمة الله عليه. كان هذا الرجل مفسرا للقرآن، ومن الذين اكتنزوا علما جما، وكان أهل الخلاف يتتلمذون على يديه، وكان مذكورا بالخير عندهم. يقول عالمهم يحيى القطان، يقول: ما رأيت أحدا يذكره إلا بخير، وما تركه أحد، الجميع كانوا يذكرونه بالخير. هذا الرجل مع معروفيته بالخير عندهم كان كسائر رجال الشيعة الأبرار، يظهر براءته من أعداء الله أمام المخالفين، لا يقيم لهم وزنا حين ينطق بذلك، ولا يهتم إن قاطعوه أو آذوه أو حتى رفعوا أمره إلى السلطان. ولأنه كان ينال من أبي بكر وعمر ويشتمهما، ضعفه بعضهم وتركوه، بل تجرأ بعضهم على أن يرميه بالكذب. مثلا قال الجوزجاني عنه: كذاب شتام. ولكن العقيلي يقول عنه: ضعيف وكان يتناول الشيخين، أي أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما. وقال قاضي مر وشيخها حسين بن واقد القرشي: سمعت منه، أي سمعت منه الأحاديث وكتبتها عنه، فما قمت، يعني ما تركته، حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه. إذن الرجل كان رافضيا يبدي رفضه وينال من أئمة الباطل، ولكن مع هذا الرجل فرض احترامه على أهل الخلاف مع تمسكه ببراءته الجهرية من أبي بكر وعمر، فاضطر بعضهم إلى الشهادة له بالصدق والوثاقة، كما اضطروا أيضا لأن يخرجوا له في صحاحهم ومسانيدهم. لاحظوا مثلا ما يقوله إمام الحنابلة أحمد بن حنبل كما حكاه المزي، يقول: إنه ثقة، يقول عن السدي إنه ثقة. أيضا يقول ذلك ابن حبان لأنه أدرجه في الثقات. أما الساجي فيقول عنه أنه صدوق فيه نظر، أي أنه فيه نظر من جهة طعنه في أبي بكر وعمر، وإلا فإن الرجل صدوق. بالنتيجة الرجل بصدقه فرض نفسه عليهم مع عدم تنازله عن إظهار البراءة. واليوم نجد أن جمعا من كبار أرباب الصحاح عند القوم قد أخرجوا أحاديثه واعتمدوا عليها لاعترافهم بصدقه ووثاقته. لاحظوا أنتم مثلا ممن أخرج أحاديثه من أعلام القوم: مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي
في سننه. هذا نموذج.